ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي عملنا كده فيديو خفيف وظريف وجميل، عملنا مع بعض القرنبيط المخلل بكل اسراره. بصوا لونه فظيع ازاي، والطعم بقى واو واو واو، هيعجبكم جدا جدا. الحلقه النهارده مميزه مميزه. يلا بينا نروح مع بعض نشوف المقادير والطريقه، واتمنى منكم لايك كده عشان الفيديو يكبر كده بيكو. ويلا بينا نروح مع بعض نشوف القرنبيط الخطير ده يجي عملته ازاي النهارده. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي هنعمل مع بعض القرنبيط المخلل. زي ما انتم شايفين كده اهو معايا قرنبيطايه كنت جايباها ومخلياها عندي بقى لها كام يوم علشان خاطر اصور لكم القرنبيط المخلل. تعال اقول لكم بقى على كل الاسرار وكل التكات والحركات اللي هتديكي نتيجه مضمونه 100%، وهتحبي القرنبيط جدا جدا بالطريقه الجميله دي. بصوا، اول حاجه لازم تجيب القرنبيطايه تكون عندك بقالها على الاقل 3 4 ايام. ليه 3 4 ايام؟ عشان انا عايزاها دبلانه، مش عايزاها تكون ناشفه وفريش. ليه؟ علشان في التخليل هتتفتفت، انما لما تبقى طريه كده معايا، بصوا طريه ازاي، مش عايزاها ناشفه خالص، عايزاها دبلانه. عارفين الدبلان دي؟ بقالها كده اهو معايا 4 ايام او 5 ايام. كمان اهم تركايه في المخلل ان هو لازم يكون القرنبيط معاكي ده دبلان. تعالوا نشوف حاجة كمان، لازم تعملي المخللات بتاعتك في برطمان ازاز، ده برضو هيحفظه، مش هيخليه يعمل ريم ولا اي حاجة. بنعقم ازاي البرطمان الازاز؟ بغلي مية وبحط فيها شوية خل، وباخد البخار اللي بيطلع بتاع المية، وبعمل له عملية تعقيم. زي ما انتم شايفين كده اهو معايا انا معقماه زي الفل. تعالوا بقى بنستخدم مية ايه اللي بنخلل بيها المخلل؟ بنستخدم ميه مقطره. يعني ايه ميه مقطره؟ يعني ميه لازم تكون مغليه غليان، وبعد ما بتغلى بنستنى عليها لما تبرد خالص خالص، تبقى عامله زي ميه الحنفيه بالظبط. فده هنا معايا انا ميه غليها وسبتها لغايه لما بردت خالص خالص، بقت زي ميه الحنفيه. تعالوا بقى نشوف معانا المكونات ايه. طبعا الاساسي للمخلل الملح، معانا طبعا ملح، وعايزه اقول لك ان نسبه المخلل في القرنبيط بيبقى حادق شويه، بس بعد كده بيشرب كميه الملح. ليه بزود الملح شويه؟ علشان ما يتهريش معايا، كميه الملح بتحافظ ان هو ما يتهريش. هنا معايا كرفس اهو، كام عود من الكرفس، شايفين؟ كل ما بستخدم الكرفس بوريه لكم، والكرفس رائع رائع في المخللات. وهنا معايا قرن فلفل مقطعاه حامي، لو مش عايزه قرن الفلفل ممكن تحطي معلقه شطه، مش عايزه تحطي معلقه شطه خلاص مفيش اي مشكله، بس هي بتدي طعم حلو. تعالوا نشوف معايا ايه كمان. بصوا بقى معايا حاجه مهمه قوي، شوفوا معايا هنا، ده اسمه كمون. عارفين الكمون طبعا، بس ده بقى حصى مش كمون ناعم. معايا معلقه صغيره مليانه من الكمون الحصى. ليه يا جيجي كمون حصى؟ علشان يمص الغازات اللي بتطلع من القرنبيط. طبعا زي ما احنا عارفين ان القرنبيط والكرنب والحاجات دي كلها بتعمل غازات، فعشان ما يبقاش فيه غازات لازم نحط معلقه الكمون، دي بتمص الغازات خالص خالص. معايا ايه؟ معايا سر جميل اهو، معايا معلقه من الكركم عشان يكون بلون الشارع، والكركم في المخلل بيدي طعم حلو وما بيديش طعم الكركم خالص. ومعايا كمان عشان اللون كمان يبقى احلى والطعم احلى واحلى، معايا معلقه صغيره من العصفر مليانه. شفتوا بقى المكونات بتاعتنا جميله ازاي؟ تعالوا بقى كده نبدا مع بعض على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد بقى كده اهو، هرص طبعا الاول القرنبيط كده اهو بتاعي بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شايفين. ودي قرنبيطايه متوسطه، بس اهم حاجه ان هي تدبل معاكي، لو مش دبلانه مش هيديكي النتيجه اللي هي الصح. فانت هتجيبي قرنبيطايه وتخليها عندك كذا يوم كده لغايه لما تدبل معاكي خالص، تلاقيها خلاص بص بقت طريه. بص طري معايا، بصوا طري ازاي، مش بيتكسر. اهم حاجه ان هو يبقى طري معاكي ما يتكسرش. او بالشكل ده كده اهو، حطيت خلاص كده القرنبيط بتاعي كله زي ما انتم شايفين. هحط بقى كل المكونات الجافه بتاعتي، الكمون اهو، وهحط الكركم، وادي العصفر، وهنحط كمان قرن الفلفل، وهحط الكرفس اهو،
وهحط الملح، ونسيت كمان اقول لكم ان انا هحط معلقتين اتنين من الخل، هحطهم معاكم، هحط معلقتين كمان من الخل اهو. بعد ما حطيت كمية الملح بتاعتي، وزي ما قلت لكم الملح ده مش زيادة ولا اي حاجة، انا عايزاه يبقى حادق زي ما اتفقنا. هحط كده اهو معايا معلقتين من الخل، ده كده معدل معلقتين من الخل. وهنزل بقى بالمية المقطرة كده اهو بتاعتي، كل حاجة معاكوا على الطبيعة زي ما انتوا شايفين كده اهو بالشكل ده. بصوا احلى قرنبيط ده بقى ولا ايه، اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو بيقعد قد ايه، وناكل منه بالظبط 3 ايام وتبتدي تاكلي منه، وده ما بيسلقش ولا اي حاجة وهو ني كده. بصوا لونه جميل ازاي، بصوا بصوا لونه حلو قوي، بصوا بس كده هو. يا رب بقى النهارده الحلقه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون خفيفه على قلبكم، وزي ما انتم شايفين كده هو ده كل اسرار القرنبيط المخلل بتاع المحلات. ونشوف بعض بقى ان شاء الله في فيديو جديد مع جيجي.